بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا أصدقائي؟ النهاردة بنتي راح المدرسة، بكرة أول يوم لها في المدرسة. هي داخلية عشان هي من ذوي الاحتياجات الخاصة داخلية، فبتروح تاخد معها شنطها وهدومها، بتقعد في الداخلية من الحد للخميس. فأنا بجهز لها الشنط دلوقتي عشان بكرة الصبح ماشية. هنجهز الأول شنطتها، الكتب، الكراريس بتاعتها، الكراريس والقلم، ده المعجون بتاعها والفرشة، القلم ده المفتاح بتاع الدولاب بتاعها عشان تحط فيها حاجتها وتقفل عليها. كده خلصنا كرة الهند شنطة المدرسة. نبتدي في شنطة الهدوم بقى. حط دلوقتي الهدوم، تاخد لها غيارين بس، شنطة من 5 أيام بس، تاج الخميس وتمشي الأحد، ولبس المدرسة أهم حاجة برضو، وجزمة ليها وشبشب فوطة. كده انا جهزت لها الشنط، فاضل بس الجزمة والشبشب، نحطه في الكيس. كده خلصت لها كل حاجتها، جهزتها لها لحد ما تمشي بقى. هي فرحانة وانا قلقانة زي كل مرة. أنا والله العظيم ربنا يعلم بيها، الأسبوع اللي بتاخده زيها بقلق عليها عشان بتنام بعيد مني، فبس يعني عشان مصلحتها، عشان تتعلم، عشان هي من ذوي الهمم، فأهم حاجة هي التعليم، لازم أعلمها عشان ده سلاح هي تقدر تشتغل بيه وتقدر تحقق مستقبلها. عايزة كل اللي يشوف الفيديو ده واسمعني يدعي لها ان ربنا يوفقها في حياتها ان شاء الله. ومش عايزة اقولكم بقى تدوسوا على الجرس وتعملوا الاشتراك في قناتي عشان تشوفوا كل جديد، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات الجاية تكون جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.